نحن نقدم تعازينا لمن فقدوا أرواحهم ولمن جرحوا. الإمارات العربية المتحدة تقدم تهانيها لمنصور خان، أب لأسرة ظلت في الإمارات 22 عاما. حياتهم تهمنا وتهم كل من يوجد هنا. كذلك نحن تحدثنا اليوم بصوت واحد ضد هذه الهجمات البغيضة للحوثيين باستخدام تكنولوجيا. هذه الهجمات الإرهابية هي تهديد لكل المجتمع الدولي برمتها. الحوثيون أعلنوا مسؤوليتهم عن هذه الهجمات، وبالتالي نعرف مسبقا من نحمل المسؤولية. المجلس في بيانه الصحفي اليوم قال إن هناك حاجة للرد على الحوثيين وتحميلهم المسؤولية. نحن سعداء بأن المجلس بأعضائه ومنظماته دانوا بشكل كبير الهجمات الحوثية باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي، وكذلك نحن نثمن مواقف الأعضاء. الإمارات العربية المتحدة تحفظ حقها في الدفاع عن نفسها وفي الدفاع عن نمط عيشها وعن مواطنيها وكل من يعيش على أرضها. هذا البيان وهذه الإدانة تعكس القلق الذي لدى المجتمع الدولي. أكثر من 200 جنسية تعيش في الإمارات العربية المتحدة. هناك الكثيرون يسافرون عبر الإمارات ومطاراتها، والمطارات كانت من بين أهداف الحوثيين. هذه الهجمات لا تهدد فقط الإماراتيين، وإنما مواطني كل دول العالم، باعتبار كل دول العالم ممثلين بين مقيمي الإمارات. ولذلك المجتمع الدولي يدين الحوثيين ويريد تفادي هجمات إضافية في المستقبل. وبيان اليوم هو خطوة في اتجاه المستقبل واتجاه تحقيق هدفنا. هل يمكن أن تسمحوا لنا بختام المؤتمر؟ شكرا جزيلا. I'm actually for the Arab media here going to read my statement afterwards. Thank you. Can I read my statement? سأتلو البيان لو سمحتم. Do we have Arabic media here? هل لدينا الصحافة العربية؟ صباح الخير. أود أن أشكر النرويج رئيس المجلس بهذا الشهر على عقد اجتماع اليوم وإلقاء البيان الصحفي الذي تم اعتماده من قبل المجلس بالإجماع. لقد طلبت دولة الإمارات عقد اجتماع اليوم عقب الهجمات الإرهابية الآثمة التي قامت بها ميليشيا الحوثي ضد بلادي، والتي قتلت 3 أشخاص وجرحت 6 آخرين، جميعهم مدنيين. إن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لمواطنيها وللملايين من السكان الذين جاءوا من كافة أنحاء العالم ليتخذوا من دولة الإمارات وطناً لهم. لذلك وقبل ذكر أي شيء آخر، أود أن أعرب عن خالص عزائنا ومواساتنا لعائلات وحكومات الضحايا، وهم مواطنين هنديين وآخر باكستاني، هارديب سينغ منصور خان. لقد تحدث المجلس اليوم بصوت واحد بأن هذا العدوان الآثم من جانب الحوثيين وانتشار استخدام الصواريخ وغيرها من التكنولوجيا التي مكنت من شن هذا الهجوم الإرهابي يشكلون تهديداً واضحاً ضد المجتمع الدولي بأكمله، ولكون الحوثيين أنفسهم قد أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجمات فلا يوجد أي شك حول من يجب محاسبتهم. لقد وضح المجلس من خلال بيان اليوم أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود الدولية للرد على تهديد الحوثيين ومساءلاتهم على أفعالهم. وما يشجعنا بشدة هو أن كل أعضاء المجلس بالإضافة إلى أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية قد دانوا بشدة الهجمات الإرهابية التي ارتكبها الحوثيون في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وعليه لقد طلبنا أن تظل هذه المسألة قيد النظر في المجلس. ومثل أي دولة أخرى تؤكد دولة الإمارات على حقها السيادي في الدفاع عن نفسها وشعبها وأسلوبها في الحياة كما تفعل أي دولة أخرى. إن هذه الجلسة وهذا البيان
يعدان مؤشرا واضحا على القلق الذي يساور المجتمع الدولي إزاء هذه الهجمات، إذ هناك أكثر من 200 جنسية تعتبر دولة الإمارات وطنها، كما يمر يوميا أكثر من 60,000 مسافر ترانزيت عبر مطار أبوظبي الدولي، والذي كان أحد المنشآت التي استهدفها الحوثيون لذلك، فإن هذا الهجوم الإرهابي لا يهدد حياتنا كإماراتيين فحسب، بل أيضا حياة مواطني كل دولة عضو في الأمم المتحدة. من الضروري أن يقوم مجلس الأمن والمجتمع الدولي بمحاسبة ميليشيا الحوثي الإرهابية على ارتكابها لهذه الجرائم ومنع ارتكاب أعمال فظيعة في المستقبل. والبيان الذي اعتمد اليوم هو خطوة هامة تجاه هذه الغاية، وشكرا. تحدثتم عن الدفاع عن أنفسكم، هل يمكن أن تتحدثوا عن الردود الأخرى؟ وهناك من قال إن عددا من الأشخاص قتلوا وقد يقولون إنهم يدافعون عن أنفسهم. شكرا جزيلا جيمس على هذا السؤال. أنا قدمت إحاطة إلى المجلس وقلت إنني سأقدم لكم إحاطة التفاصيل عن هذه الهجمات في اليمن وكذلك الاستهدافات. ما حدث من هجمات في أبوظبي يعني أن هناك صواريخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة تم استخدامها بشكل عشوائي على دولتي من أجل استهداف أكبر عدد من المدنيين والمنشآت المدنية. لحسن الحظ الإمارات قادرة على الدفاع عن نفسها وستدافع عن نفسها ضد كل الانتهاكات للقانون الدولي وضد كل الهجمات من خارج الحدود على سيادتها وضد كل الهجمات على نمط عيشها وعلى سكانها في الوقت نفسه. أود أن أوضح هذا بجلاء لأنه مهم. الهجوم على الإمارات العربية المتحدة هو انتهاك لكل الأعراف الدولية، هو انتهاك للقانون الدولي، وفي الوقت نفسه هذا لا يعني أننا لا ندعم المبعوث الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والمسار الدبلوماسي السياسي الذي يجب أن يحدث في اليمن من أجل ازدهار الشعب اليمني. نحن قضينا سنوات في دعم هذه الجهود وسنواصل فعل هذا. شكرا جزيلا. ألا يجب أن يكون الرد متناسبا مع الهجوم الذي حدث؟ لأن هناك من قال إن الهجمات التي وقعت في اليمن غير مقبولة. أنتم سمعتم اليوم ما سمعتموه هو إدانة بإجماع من قبل مجلس الأمن على تلك الهجمات على الإمارات العربية المتحدة. أود أن أحيلك إلى بيان التحالف في هذا الصدد، لكنني أود أن أؤكد أن التحالف يحترم القانون الدولي ويحترم الردة التناسبية في كل أعماله. شكرا جزيلا. ألا ترون أن إيران تدعم الحوثيين وتسلحهم؟ Colonel Majid, do we have updates on Safina al-Rawabi? Not yet. We'll update you as soon as we have. سنقدم لكم تحديثات ومعلومات إضافية عن سفينة الرواب. شكرا جزيلا لكم. Thank you, James.